القادم في خلال هذه الفترة ال4 شهور اللي هو هينفرد فيها بالسلطة بعيدا عن الرقابة الشعبية، هل هتبقى قابلة للمراجعة من قبل البرلمان ولا اي تشريع؟ ما النهارده بيحصل ايه؟ النهارده بيحصل الرئيس بيعمل قانون حقوق سياسية جديد اللي هو كان من 56 وجرى عليه يمكن 500 تعديل. مظبوط. كويس؟ فدلوقتي بيعمل قانون جديد هيصدر. ما فيش برلمان، يعني اشمعنى انت دلوقتي ما بتتكلمش على دي وبتتكلم عن انه لو سين من الناس من المرشحين نجح هيبقى منفرد؟ طب ما الرئيس الموجود منفرد. جميل. لكن فكره وضع قانون الانتخابات، قانون الانتخابات حتى الان لم يعلن بشكل واضح. خلاص يعني اتعرض كمشروع. اتعرض كمشروع، يعني بالتالي الرئيس القادم لن يضع هو هذا المشروع، مفترض ان في خلال الايام دي قبل ما يعلن الرئيس يعلن قانون. ما هو يعلن لسه في 1/6. فالسلطه يعني هيتولى، يعني احنا عندنا دلوقتي 26/27 هتعلن النتيجه 1/6 عقبال ما يتم تنصيبه تقريبا اسبوع تاني، وحلف اليمين هيبقى قدام المحكمه الدستوريه العليا. ف يعني مش متحدد استلامه بالظبط، ممكن يكون 15/6، ممكن يؤخذ في الاعتبار ان المده تقعد